خالد الكيت في ذهني، يعني في معرفتي الأولى له، هو زول أشبه بالأبطال الشعبيين، خالد الملازم، ونسمع بأنه انقلاب فرقة المستجدين سنة 66. خالد الكيت، خالد صمصنج زي ما قال له نميري. فتصور انه تسمع خالد صمصنج وبعدين تتذكر خالد الملازم وانقلاب سنة 66، وبعدين الصورة اللي بترسم حوله. فكان بالنسبة لي، وربما بالنسبة لكثيرين ما كان التقوا به لغاية الوقت ذاك، هو الصورة بتاعت البطل الشعبي المتمرد اللي بيتحدى السلطات ويتحدى القوانين. ولما عرفته بعد ذاك كان هو خالد ده. إذا كان خالد قد امتلك ذلك الحدث السحري الذي استشف به أقدار ومصائر أخيه وأبيه وأمه وأفراد أسرته، فإنه قد امتلك أيضا إضافة لذلك الرؤية الثاقبة القادرة على النفاذ إلى جوهر الأشياء واستبانة اتجاهاتها المستقبلية. وهل من دليل على ذلك أمضى من قوله في عام 1995: قضية أهل شمال السودان لن تنتهي بذهاب أهل جنوب السودان لتأسيس دولتهم الخاصة بهم في الجنوب. أخرى، فما هو العمل مع أهل الغرب في كل من دارفور وكردفان الذين لا يرون أنفسهم منهم وتنمو باضطراد بينهم مشاعر بذاتية منفصلة؟ وبنفس القدر، ما هم فاعلون مع أهل شرق السودان الذين بدأت تظهر عليهم أو لديهم تلك المشاعر؟ كان خالد الكد يعشق بحار بروف والمراكبية ونست شاي الصباح والنفاج والصحبة الوفية وأم درمان. من على إلى بروف للمزالك، من على إلى بروف للمزالك، من فتح للخور للمغالك. قد يا مولاي حبي حالي، قد يا مولاي حبي حالي. متمرد تقدمي مصادم، انتهى به الحال أديبا وكاتبا بارزا. رسالتي إليك يا أخي حزينة حزينة بغير حد، لأنها سترتمي فوق المدينة التي رحلت إليها بغير رد. فإن هاجت شوقك القديم للكلام هب لي لقاء في المنام. خالد، أنا كنت لما أخاطبه في المكاتبات أو بيني وبينه أرسل له خطابه، أنا أكون في مكان هو في مكان، كنت أبدأ الكتابة له: خالد يا صديقي يا سيدي وسندي وسؤددي وعضدي ومذهلي. والحقيقة أنا لما يعني أكتب له ببداية زي دي، أنا أعرف مقدار صفاء الود الذي يتمتع به خالد، وأعلم مقدار العاطفة الرقيقة التي يعني طبعت حياته الطويلة القصيرة، وذهب يعني مبكرا وفي غير ما موعد. والذي يحز في نفسي أكثر أنني لم أودعه ولم ألقي عليه السلام الأخير. ارتبط اسمه بالانقلابات وبالتغيير وكده. أذكر بالمناسبة دي بعد ما طلعنا من المعتقل في 72 من كوبر، كان عنده قطعة أرض وهبوها لي أخواته في الثورة، ماشي يبيعها عشان نشتري عربية. بما أني أنا كنت موظف في إدارة المحاكم وكنت في تسجيلات الأراضي تحديدا، رئيس المكتب سلم علي في البداية بحرارة قبل ما يعرف معاي منه، وزي الحال وحمد الله على السلامة، وقالوا طلعت قبل مدة وجايينك في البيت وكلام زي ده. فلما قلت لرئيس المكتب أخونا خالد الكد
بدون أدنى مبالغة زول ده شكله تغير وها زول أبيضان شديد يعني جذوره من صعيد مصر، اضنينه بقت حمر لأنه أنا جبت زول يعني زول مصدر متاعب يعني بالنسبة لهم. وفي الفترة دي كان في اعتقاد سائد عن أنه إحنا بنكون مراقبين باستمرار وفي حالة بتاعت رصد لحركتنا ونشاطنا. المهم أنا قعدت وراه ورا رئيس المكتب في شباك وبقلب في دليل التلفون القديم، فالمهم وبالحروف الأبجدية، فقعدت وراه وهو متابعني شديد رئيس المكتب، وأصبح في حالة من الحذر مزعجة جدا جدا يعني. وقمت أنا أقلب في الورق بفتش عبد الخالق حرف العين، عبد الخالق عبد الخالق عبد الخالق محجوب. الزول ده يبدو انه احتماله خلاص وصل حد ما كان ممكن هنا، فقبل عليه ورا كده وشال الدليل التلفون كبير كده فيه اكتر من 1000 صفحة. يا صلاح العالم ما ممكن، قال لي انا عندي اولاد. انا اتكلم عن خالد وانا عشت لحظات فراقه وغيبوبته دقيقة بدقيقة في مستشفى وايت شابل. أنا كنت في لندن مع أسرتي، مقيم في لندن. خالد عندما كان يجتاز الشارع في كينجز كروس لحضور ندوة صدمته السيارة بسوق بريطاني من أصل باكستاني، فاصطدمت مؤخرة رأسه بالسياج الحديدي، ومنذ البداية كان معروف أن جزء الدماغ انقسم، ولكن كان يخامرنا الأمل. كنا أنا وهو وإخواته صفية وملكة وجوبته، يعني عشنا دوامات مفزعة إلى أن أسلم الروح. شليل والراح شليل والراح شليل والراح شليل والراح شليل والراح يكون طل القريب بعد لو شليل والراح يكون طل القريب بعد لو شليل والراح الذي ركز الأرض ما عبد سوّنات عليها مغاد وسوّنات عليها شليل والراح شليل والراح شليل والراح شليل والراح شليل